السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه والطالبات طلاب الصف الثالث الثانوي، اهلا بيكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحه وسعاده. اهلا بيكم في التركيه رقم 4 من منهج الفلسفه. احكي اقرا التركيات ده، لا ده حوار كبير فاتك كتير انت منه. فاتك التركيه الاولى والثانيه والثالثه، والنهارده التركيه رقم 4. يعني ايه تركيه اصلا؟ يعني تبقى في حته كده في الدرس واقفه مع الطلبه كلهم، حته كده تحس انها معقربه شويه. فعلا مرت عليك قبل كده في حاجه واثنين وثلاثه، بس انت بتكبر دماغك وتعديها. لا احنا هنا بقى نقول لك ما تعديهاش يا شباب. من اول ما بداتوا في المنطق في بعض الناس بدات تبعت لنا اسئله كتير على الخاص، ومش عارف افرق يعني ايه استدلال ويعني ايه استنباط ويعني ايه استقراء. تعالى اجيب لك الموضوع من اوله عشان نوصل للتركيه اللي احنا عايزينها. في البدايه يا اولاد، احنا كان عندنا حد اسمه ارسطو. حلو. قال لما المستر بيقول لك معلومات وانت بتستخدمها انك تطلع منها معلومه جديده، ده اسمه استدلال. قلت له مش فاهم. قال لي يعني لما المستر يقول لك مبروك كل الطلاب نجحوا، فانت دي معلومه من المستر بتعتمد عليها، تروح مطلع معلومه ثانيه تقول لي الله الحمد لله يبقى انا نجحت، ما كل الطلاب ناجحين وانا طالب يبقى انا ناجح. ده كان اسمه استدلال. ارسطو بيقول ان الاستدلال ده ما شاء الله اتجوز وخلف اثنين، خلف ولد اسمه استنباط، خلف ولد اسمه استنباط، كل ده بنعمله عشان نفرق لك ما بين التام وما بين النقص، وخلف ولد اسمه استقراء. الاستنباط ده ابنه الكبير، ابنه الكبير. حلو. فقال له يا بابا انا هعمل زيك، هعمل مقدمه وهعمل نتيجه، هعمل معلوم وانتقل للمجهول. وابنه الصغير قال له يا بابا انا هعمل زيك، هعمل مقدمه وهعمل نتيجه، هعمل معلومات وهعمل حاجه كانت مجهوله. قال لهم والله يا اولاد فيكم الخير انتوا الاثنين، انتوا كده اولادي فعلا. فقال له انا هكون استدلال زيك وانا هكون استدلال زيك. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الواد الكبير قال له يا بابا انا هبدا من الكل واروح للجزء، يا بابا انا هبدا من العام واروح للخاص. حلو. الواد الصغير قال له لا يا بابا انا هعكس، انا هروح من الخاص للعام، يعني هبدا من الصغير واروح للكبير. ركز هنا، بدا بكل وختم بجزء، هنا بدا بجزء جزء جزء وختم بكل. ده الفرق ما بين الاثنين. يبقى اي حد فينا عايز يفرق ما بين استنباط واستقراء، الاستنباط يا اولاد بيبدا بمقدمات كليه ونتيجه جزئيه، الاستقراء بيبدا بمقدمات جزئيه ونتيجه كليه. وكده نقدر نقول كل ما المثال اللي قدامي بيبدا من عام لخاص اسمه استنباط، المثال اللي قدامي بيبدا من خاص لعام هقول له ده اسمه استقراء، والموضوع انتهى. هتقعد بقى تذاكر لي لا تتجاوز النتيجه المقدمه، ما هي معناها انها اصغر. هتقعد تقول لي بقى ان النتيجه تتجاوز المقدمه، ما هي معناها ان هي اكبر منهم. تركيه يا اولاد في من عام لخاص ومن خاص لعام، ده تركيه الموضوع عشان تقدر تفرق ما بين استنباط واستقراء. مستر ما حلناش المشكله الاساسيه. الاستقراء ده لما كبر اتجوز وخلف ولدين، خلف استقراء تام واستقراء ناقص، هي دي التركية اللي احنا عايزينها، عنده استقراء تام واستقراء ناقص. هنا اسهل بكتير يا ولاد، اسهل بكتير جدا. يعني ايه؟ انا عندي ثالثه اول ثالثه تاني، محمد خد هات لغياب ثالثه اول، القايمه معاك اهي، محمود خد هات لغياب ثالثه تاني، القايمه معاك اهي. ماشي. محمد ومحمود هيروحوا الفصلين هيعملوا من الجزء للكل، فده بيبدا من الجزء يا اولاد، الاستقراء التام بيبدا من الجزء وهيروح للكل، والاستقراء الناقص هيبدا برضه من الجزء وهيروح للكل، عشان هما الاثنين استقراء بيبدا من الجزء. طب وفين الاختلاف؟ ثانيه واحده يطلع الاختلاف. بص معايا، محمد هيدخل الفصل هيبدا الجزء، محمد محمود اسلام ابراهيم منير حسين كرول صمويل، فنادم على الاسماء كلها، جزء جزء. خلي بالك محمد ده بقى بيراعي ربنا في شغله، فعمل كل الاسماء تمم عليهم، فعمل استقراء يا اولاد تام او استقراء كامل. ليه؟ لان محمد لما دخل هناك عمل احصاء او عد او جرد لجميع الاجزاء، عد كل الاجزاء. فنقول لمحمد انت كملت شغلك 10 على 10. نروح لمحمود مستعجل ونازل يلعب، فنادم اسم عشوائي، اسمين ثلاث اسماء، وطلع يجري يا مستر يا مستر كلهم موجودين، فنقول له انت عملت شغل ناقص، ما كملتش ليه الشغل بتاعك؟ قال انا اكتفيت بعينه يا مستر، انا خدت عينه لما لقيتهم كلهم بيردوا اديتك الرد النهائي، قلت لك يا مستر كل الطلاب حضروني، يبقى احنا كده يا اولاد هنعرف حاجه واحده بس. الاستقراء اللي بيقوم على فحص جميع الاجزاء اسمه استقراء تام، والاستقراء اللي بيكتفي باخذ عينه فقط اسمه استقراء ناقص. واخر مثال اقول لك عليه، لو رحت لا قدر الله تعمل تحاليل هيعملوا ايه؟ هيفحصوا الدم كله ولا ياخدوا عينه من الدم؟
هياخدوا عينه من الصليب، هم عملوا استقراء ايه؟ استقراء ناقص. لو عايزين نعمل تجربه على المعادن هنجيب كل المعادن نجرب عليها ولا هنجيب عينات؟ هنجيب عينات، يبقى كده اسمه استقراء ناقص. عشان كده الاستقراء الناقص يا اولاد ده بنقول عليه ان هو علمي، العلماء بيحبوه، وبنقول عليه ان هو تجريبي. وبكده اكون فصلت لك ما بين الاستنباط وما بين الاستقراء واولاد الاستقراء كمان، سواء كان التام او الناقص. تحياتي ليكم، مستر محمد علي، وانتظروني في تركيا جديده، وشير للفيديو يا شباب.